السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد المناسبه زوينه بزاف. يا كهيبه اجي معايا. واش شنو بان لكم البنات؟ واش خطبه ولا مناسبه عاديه؟ وبقاو معايا دابا تشوفوا لا فيديو كامله، ما تشوفوش عرس ولا حنا ولا خطوبه ولا شنو كاين. يلا 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 يلا
عليكم خوتي خواتاتي، اليوم غادي نقدم لكم واحد السيده النقاشه الغزاله ديالنا لاله مريم تبارك الله عليها، وانا غنخلي لكم النمره ديالها في الرابط ان شاء الله. ومرحبا بكم معايا كاش. وي اللي بغاني عيط عليا، مرحبا بها، كان غران بليزير وميرسي بوكو كبيدا، سي تري جونتي دو طاب. ديك ليا ونجيك ليا الحبيبه ديالي. كنتمنى انك انا لا فيديو تعجبكم بزاف، فهاد المناسبة هي مناسبة بسيطة كنحتفلوا بعضياتنا احنا مع العائلة ديالنا، وما تنساوش ديروا لايك وفولو وتبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي كتعرفوا باش تشجعوني عاوتاني باش نزيد ندير لي فيديو عاوتاني المرة الجاية ان شاء الله، ونشارك معكم بزاف الحوايج اللي هما زوينين. وشكرا بزاف، بغيكم بزاف، غرو بزو.